أفلم يشكرن واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينشرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وانظر بلدي مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي ينشاها لأول مرة وهو من كل خلق عجيب الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي يهدي تلقاه كل شيء وإليه ترجعون وجعلنا سيرة النار من ناحيه وعمله وفجرنا
والشمس تدر المستحر لها ذلك تقدير عزيز العليم والقمر قد تجاه ولا فلح التعود من الرجل القديم للشمس ينبغي لها أنبت إلى قمر الليل سابق الله وكل في فلك يسبح وهذه له الأنواع من لا تحرم الله سبحانه المشهد وخلق ما له في قدره وإن شيء نقرع فلا سيف له ولا هم ضمن إلا رحمة منا ومتاع إليهم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم آية من آيات ربهم إلا معلم وهم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا مثل Thank you.
وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنفقوا من لم يشاء الله الآية إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تغشية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا ساعة واحدة فإذا هم جميعا لدينا مخبرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة يوم في سخر فاجعون هم وأزواجهم في ظلام على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما ينفعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا يوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا الله صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونن مؤمنين هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نتلو على أفواههم وتكلمنا أيدي وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره لننقصه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيق القرآن على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع شاربة أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي ينشاها أول مرة وهو مثل خلق عظيم الذي جعل لكم من السمع الأفضل نارا فإذا أنتم منه تاخذون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العظيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فاسمعان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون شهد الله سلم وسلم للمرسلين وشهد الحمد لله رب العالمين اللهم استهلك ونستهلك دينا أنفسنا هنا وعلينا أولادكم الشيطان شهدنا اللهم اجعلنا وجعلهم في جنة الفردوس وأمانك وجيرك بيدك من كل شيطان مريض وجبر العمود وعمود بيدك سيدنا سنة كل شيء ضرور اللهم اجعلنا بالعرش والسلام وحسن بالذكر والاستنكار واجعلنا وجعلنا لنا انك سميع الدعاء اللهم انصر لنا ولوالدنا ولدنا شيخنا ولاخواننا الستين ولاشهد الاحياء فيك ولشهد الاحياء جميع المؤمنين اياك وامسكنا كما لم نتبكر الظاهرا وباتنا توفنا سلاما برحمتك يا ارحم الراحمين وصل لحظك ورسل نجد محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الفاتحه. ولقد أتى منكم جبلا كثيرا ولم تكونوا تعلمون هذه الجنة التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لطمسنا على أبصارهم فأنى يبصرون ولو نشاء لطمسنا على
هم على مكانتي فما صدروا مضيا ولا يرجعون فمن هم عبدهم ناقصوا الخلق فلا يقولون ما علمناه شرع ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحضر على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون والحمد لله رب العالمين بشير يا شريف فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.